مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. إن حياتي وحياتك مثل قصة، إن طالت أو انقصرت كما قال موسى النبي قديما، أفنينا سنين كقصة. دي قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك أو السكايب، أو بيتصلوا بينا تليفونيا أو بيرسلوا لينا خطابات. بكل الطرق أرجوكم أحبائي المشاهدين لا تحرمونا من أنكم تتواصلوا معانا، لأن ده بيشجعنا وكمان بيغير في البرنامج إلى الأفضل. فأرجو أن نستمع منكم إلى رأيكم في البرنامج واللي تحبوا يكون موجود، و كمان لو في أي حاجة سلبية قولها لنا، أي طلبات صلاة إحنا بنصلي لأجلكم. ومن على الموقع تقدر ترسل لينا قصة حياتك أو قصة عجبتك لتفوز وتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة قصة جميلة أنا بحبها قوي، قصة من الكتاب المقدس وليها غلاوة خاصة جدا على قلبي. قصتنا النهاردة بعنوان ليديا بياعة ليديا بياعة الإرجوان. ليديا بياعة الإرجوان، القصة موجودة في سفر أعمال الرسل وصح 16 ومن عدد 7. يقول الكتاب: فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا، أقرأ من عدد 6، وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح أن يتكلموا بالكلمة في آسية. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح. فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مقدوني يطلب إليه ويقول: أعبر إلى مقدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونية، متحققين أن الرب دعانا لنبشرهم. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموسراكي، وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مقاطعة مقدونية، وهي كولونية مستعمرة رومانية. فأقمنا في هذه المدينة أياما، وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بياعة إرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، وعقبال عندي وعندك، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة فادخلوا إلى بيتي وامكثوا. فألزمتنا قصتنا النهاردة عن ليديا بياعة الإرجوان، أول من قبل المسيح في قارة أوروبا، أول ثمرة باكورة أوروبا ليديا بياعة الإرجوان. كان الرسول بولس والإخوة اللي معاه عايزين يروحوا إلى آسيا، آسيا الصغرى طبعا، لكن يقول الكتاب منعهم الروح أن يتكلموا بالكلمة في آسيا، فحاولوا يروح حتى اسمها بيثينية فلم يدعهم الروح. وأخيرا رسول بولس كان نايم وشاف رؤيا رجل من منطقة اسمها مقدونية اللي منها فيليبي، بيقول له: أعبر إلينا وأعنا. حكى الرسول بولس الحلم والرؤيا للي معاه، وتحققوا أن الرب دعاهم علشان يبشروا. قعدوا فترة في المدينة اللي هي مدينة فيليبي، اللي طبعا في رسالة باسم رسالة فيليبي 4 صحات محبوبة جدا. ف قعد يبشر في المدينة ما حصلش أي ثمر، وبعدين يوم السبت خرجوا برا المدينة
وكان في نهر، وكان في بعض الأخوات السيدات بيصلوا، منهم واحدة فيها كل الصفات الحلوة إلا إنه قلبها كان مقفول، اسمها ليديا، متعبدة لله من سياتيرة، غنية جدا، بيعت إرجوان، كل يوم سبت تطلع برا البلد عشان تعبد الله، بس قلبها مقفول. ورسول بولس اتكلم عن المسيح المصلوب المقام من بين الأموات المخلص، وليديا اتغير قلبها وقالت أنا مصدقة أن يسوع اتذبح بدالي ومات وقام وجهز لي مكان في السماء، وقالت لهم إن كنتم حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي، ودخلوا بيتها وعملت وليمة جميلة، وتحول بيت ليديا إلى كنيسة، لأن الرسول بولس في آخر الأصحاح لما طلع من السجن ذهب إلى بيت ليديا. عزيز المشاهد، أختي المشاهدة، ليديا بيعت الإرجوان، قصتنا النهاردة سأستكملها معك بعد أن نستمتع بترنيمة جميلة مع مرنمنا الحل منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. القلب كفايته واحد يا نفسي اعقلي، اسيادك ليه كتير على مين بتدوري؟ القلب كفايته واحد يا نفسي اعقلي، اسيادك ليه كتير على مين بتدوري؟ الحاجة إلى واحد ونروح لغيره ليه؟ الحاجة إلى واحد من غيره نعمل ليه؟ سامحني وقول لنفسي مغفورة لك خطاياك، صوتك بيفك حبسي، لمساتك فوق إدراكي، سامحني وقول لنفسي مغفورة لك خطاياكي، صوتك بيفك حبسي، لمساتك فوق إدراكي. الحاجة إلى واحد ونروح لغيره ليه؟ الحاجة إلى واحد من غيره نعمل إيه؟ الحاجة إلى واحد ونروح لغيره ليه؟ الحاجة إلى واحد من غيره نعمل إيه؟ إنت النصيب الصالح ليك أكثر القارورة، إيديك تعود تصلح ذات العصية المغرورة، إنت النصيب الصالح ليك أكثر القارورة، إيديك تعود تصلح ذات العصية المغرورة. الحاجة إلى واحد ونروح لغيره ليه؟ الحاجة إلى واحد من غيره نعمل إيه؟ الحاجة إلى واحد نروح لغيره ليه؟ الحاجة إلى واحد من غيره نعمل إيه؟ القلب كفايته واحد، كفايته واحد هو اللي خلقه. يا نفسي اعقلي، اسيادك ليه كتير على مين بتدوري؟ دي الترنيمه الحلوه اللي رنمهالنا منير حبيب. وانا عايز اقول ان في قصتنا النهارده ليديا بيعت الارجوان فعلا بتحكي الحكايه دي، ان قلب ليديا كان مقفول بعيد عنك. شوف مفيش قصه في الكتاب المقدس كله، وانتوا عارفين انا بوعظ دايما عن شخصيات في الكتاب، ما لقيتش قصة حيرتني قد ليديا، يعني فيها كل الصفات الكويسة بس بعيد عنك قلبها مقفول. هتقول لي طب وإيه ده؟ خطر يعني، خلي بالك ممكن تكون زي ليديا متدين جدا بس لسه قلبك مقفول. هتقول لي هتخوفني ليه؟ لا مش حكاية تخوفك، دي الحقيقة. هشاركك النهاردة في قصة ليديا
في ثلاث نقاط سريعة جدا عشان وقت البرنامج. النقطة الأولى عايز أشاركك برؤية لمقدونية، والنقطة الثانية عن تغيير ليدية، تدين وتغيير ليدية، ثم النقطة الثالثة عن الإيمان والمعمودية في عجالة. طبعا كل نقطة في نص دقيقة. بالنسبة للرؤية لمقدونية، في الأول حاولوا يوعظوا يتكلموا بالكلمة في أسية، فالروح القدس قال لهم لا، حاجة عجيبة جدا. حاولوا يروحوا مكان اسمه بيثينية فلم يدعهم الروح، لغاية ما ربنا وراهم رؤية واحد بيقول لهم أعبر إلى مقدونية وأعنا. خلي بالك قبل الرؤية اللي ادالك الرب الباب بيبقى مقفول، اوعى تكسر الباب، اوعى تدخل من باب يا أخويا الخادم يا أختي الخادمة، تدخل من باب ربنا مفتحوش. لما الروح القدس يقولك ما تتكلمش في أسيا ما تتكلمش، لما تحب تروح مشوار والروح القدس يقولك ما تروحش ما تروحش، إلى أن ترى رؤية من الله. بلا رؤية يجمع الشعب، أما حافظ الشريعة فطوبى. بعد الرؤية يقولك فتوجهنا بالاستقامة إلى ساموسراكي، يعني إذا الرب اداك رؤية ما تقولش ينفذها بعد 10 سنين، الآن دي رؤية إلى مقدونية طبعا عشان وقت. ثم تدين لدي، همر في عجالة على بعض الصفات في هذه الست. أول حاجة كل يوم سبت كانت تروح تصلي، وكلمة سبس أو سبت يعني راحة، لكنها لم تكن مرتاحة. الحاجة الثانية كانت دايما تطلع برا البلد خارج المدينة، وكأنها بتقول أنا حاسة أن المدنية والعالم مش هيشبعني، بس لسه برضو يعني الفكر كويس بس قلبها مقفول. ثالث حاجة كانت بتجلس عند النهر، والنهر رمز للارتواء بالروح القدس، كل مرة تشوف الماء يعني زي المثل يقولك يوديك البحر ويرجعك عطشان، كانت تروح النهر دون أن تمتلئ. حاجة عجيبة جدا. ثم كانت العادة أن تكون صلاة، متعودة لصلاة روتينية. اوعى تكون أنت أو أنا، ما تزعلش يا عم، ينطبق عليا هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه مقفول. أي كانت تصلي يا أخي بس قلبها مقفول. يا سلام، يعني ممكن واحد يصلي صلوات كثيرة منظمة ويركع؟ آه طبعا، لازم قلبك في علاقة حية مع الله ولا لا؟ كان قلبها مقفول. ثم اسمها ليدية، ومعنى اسم ليدية يعني متمخضة حزينة. يا سلام، ما كانش تمتعت بالفرح إلا اللي وجدته في المسيح. بعد كده بيعت إرجوان، يعني غنية جدا والغنى ما شبعش قلبها. بيعت إرجوان كانت تتعامل مع الملوك، يعني تروح مع من طبقة أرستقراطية ليدية، يعني ليدية هانم وعارف المنصر، يا بزنس وومن، بس طبعا ما، لكن ده ما ريحش قلبها. كمان يمكن تكون وهي بتبيع الإرجوان باعت الإرجوان اللي صلبوا به المسيح، فاكرين لما لبسوا المسيح استهزأوا بيه، ويمكن تكون سمعت القصة دي ولسه ما تغيرتش. من مدينة ثياتيرا ربنا غير مكان نقلها، من ثياتيرا إلى فيليبي علشان تتقابل مع رسول بولس. قابلت ناس كتير هم في الشرق الأوسط ما قبلوش المسيح، راحوا أمريكا أو أوروبا، ربنا تقابل معهم هناك، ربنا عايز يتقابل معاك. ثم يقول الكتاب متعبدة لله، كتير بتعبد ربنا لكن قلبها مغلق. عزيزي المشاهد، أخت المشاهدة، آمنت ليدية، فتح الرب قلبها. أرجوك، أنا شوف ليدية لو واحد قال لها أنت مش مؤمنة حقيقة هتزعق فيه، كل الصفات حلوة، وعشان كده أنا ما أقدرش أوعظك أو أوعظك لو أنت زي ليدية مش هتصدقني، بس خليك مخلص مرة، تعالى كده قول للرب، قول للرب معايا، قول يا رب أنا فعلا عايزك تيجي تفتح قلبي، قول معايا، صلي يا رب أنا لو قلبي لسه مغلق وبعبدك عبادة خارجية غيرني، خليني بيتي كنيسة زي ما ليدية كان بيتها كنيسة، أتركك في رعاية الله. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. يعني أسلوب رائع في الترنيم وفي التقديم، في تقديم القصص، وبصلي من كل قلبي يكون كل قصة تتقال سبب بركة للناس اللي محتاجة تسمع، للبعيد عن ربنا أنه يتشجع ياخد خطوة، وللقريب من ربنا أنه يتشجع أنه يعيش حياة تقوى وقداسة أكتر في الأيام الصعبة اللي احنا بنعيش فيها. اوعى تدخل من باب يا أخويا الخادم يا أخت الخادمة، تدخل من باب ربنا مفتحوش، يعني خلي بالك ممكن تكون زي ليدية متدين جداً بس لسه قلبك مقفول، لازم قلبك في علاقة حية مع الله ولا لا؟ الحاجة إلى واحد ونروح لغيره ليه؟
حاجة إلى واحد من غير